سيس، وبقى عبارة عن نيك اللي هي الموست ستريتشر بوينت، عبارة عن بادي، عبارة عن ايه؟ عبارة عن تيل. كل حتة من هو اول فكرة كلها هاو بتكتف ذا بنكرياس، ازاي اجيب البنكرياس. طبعا البنكرياس ده بتجمع تحت مين؟ تحت مين هنا اللي موجودة هنا؟ الاستومك، صح كده؟ عشان كده دايما الاستومك تبقى دي بقى الاوبستاكلز بالنسبه لنا اللي بتعمل اوبسكيور او بتعمل ماسك من البنكرياس. ليه؟ عيان واكل، لما العيان يكون واكل هيبقى بطنه هيبقى فيها عندها ايه؟ فيها جازز وفيها اير، صح كده؟ واحنا قلنا الاير ده انمي اوف ذا ايه؟ اوف ذا الترا ساوند، وعدو الالترا ساوند هيعمل ديسبيرشن لكل الالترا ساوند ويفز، وبالتالي مش هشوف الاورجن اللي تحتيها، صح كده؟ فاحنا بنبص على الاورجن نلاقي فيه هواء او نلاقي فيه جازز بتعمل ديسبيرشن، فما بشوفش الاورجن كويس جدا. طيب فنعمل ايه بقى؟ يبقى العيان يكون فاستنج من 6 ل 8 ساعات. يصوم العيان عن كل حاجه، اقول له صيام رمضان. ليه؟ العيان لما بيشرب ميه الجول بلادر ممكن تكون تراكت عند بعض الناس، يعني هو مش واكل، بس لما بيشرب ميه كانه اكل، بيدي اشاره للجول بلادر ان هو كانه اكل، يحصل كونتراكشن. لو فيها ستونز ممكن ما تشوفهاش كويس جدا، فعشان كده اقول للعيان 6 ل 8 ساعات صيام رمضان. دي رقم واحد. طب احنا بقى في البنكرياس بنعمل العكس، هنصوم العيان عن الاكل ولكن ممكن اشربه ميه. انا ببص على العيان بالالترا ساوند لقيت العيان نايم صبعين كده، ببص على البنكرياس مش شايف كويس جدا، وفي شويه جاز في مين؟ في الاستومك. بروح شربه 3 كابس اوف ووتر، وهو اروح مقعده شربه 3 كوبايات ميه، وابص على طول ريال تايم على البنكرياس. ليه شربته ميه؟ عشان اعمل الاستومك كانها سيستيك ليجن، صح؟ فخلي استومك ويندو تو ذا مين؟ البنكرياس. مش احنا قلنا من خصائص الفلويدز ان هي اكتر حاجه بتعمل كومبليت ابزوربشن للالترا ساوند ويفز، فاكرين السيستيك ليجن بيبقى وراها حاجه اسمها بوستير انهانسمنت، فالاورجن اللي وراها بيظهر اكثر وضوحا. فانا اعمل نفس الكلام برضه، استومك عباره عن بالونه هملاها ميه عشان تعمل لي كانها سيستيك ليجن، فيظهر لي الاورجن اللي وراها بوستير انهانسمنت اكثر وضوحا، فاشوف البنكرياس كويس. خلصنا بثلاث كوبايات ميه. ده البنكرياس. خلاص انا شفت البنكرياس، هبدا اعمل كومنت على حاجات كتير جدا. احنا قلنا عباره عن اورجن موجود في الميد لاين، يتكون من هيد طبعا والانس هيد والسيس والنيك والبادي والتيل. بعلق رقم واحد ايه؟ الميجرمنتس بتاعتهم، وبنعلق على الايكو باترن اوف ذا بنكرياس او الايكو جينيستي، بنعلق على البنكرياتيك داكت، وبنعلق طبعا الميجرمنت اللي هي السايز يعني الايكو باترن والبنكرياتيك داكت، تمام؟ وبنعلق على الفوكال ليجنز اوف ذا بنكرياس، دي حاجه مهمه جدا. بالنسبه للميجرمنت او السايز، كل بارت من البنكرياس ليه سبيشال ميجرمنت، تمام؟ الهيد بتاعت البنكرياس بتقيسها اب تو 3 في 3 سم، 3 في 3 سم او 3 سم، دي الميجرمنت الافرج دايمتر بتاع البنكرياتيك هيد. تمام 3 سم. لما الاقي اكتر من كده اقول في فالتي هيد اوف بانكرياس او انلارجنج هيد اوف بانكرياس، يبقى انا بالنسبه للهيد بتاعتي اشوف الفاوندس بتاعتها وابدا اقيسها طول بعرض، لو اقل من او يساوي 3 سم بكتب دي افريج، 3 ونص مفيش مشكله، لقيتها مثلا 4 فيما فوق بكتب ان دي انلارجنج او فالتي هيد اوف بانكرياس. ودايما بتوع الصور او بتوع الاشعه يكتبها في السي تي بالك هيد اوف بنكرياس، يديني معلومه كده رمالي انا اقعد ادور بقى واعمل بنكاتيك بروتوكول وابدا ادخل عن اي يو اس عشان كلمه بالك، تمام كده؟ عشان كده برضه بي كيرفول. بالنسبه للنيك اب تو 1 سم، بالنسبه للبادي من 1.5 او من 1 الى 1.5 سم، بالنسبه دي اب تو 2 سم اللي هو التيل، يبقى التيل مور برودر ذان ذا اذر بارتس اوف ذا ايه؟ اوف ذا بنكرياس. يبقى عندي البادي النيك قصدي الهيب 3 في 3 سم، النيك اب تو 1 سم من 8 مللي ل 1 سم، بالنسبه للبادي من 1 ل 1.5 سم، ده اسمه الايه؟ الويد سيكنس بتاعها البادي اوف ذا بنكرياس. بعد كده التيل من 1.5 ل 2 سم اللي هو اكتر حته تروح برودر في الايه؟ البنكرياس. الايكو باترن اوف ذا بنكرياس برضه زيه زي اي اورجان، البنكرياس دوت يا اما يكون هوموجينوس يا اما يكون هيتروجينوس، وساعات احيانا بيبقى كورس، يا اما يكون فرايت زي مين؟ الليفر، صح كده؟ نورمالي البنكرياس هوموجينوس اورجان. ايه اللي خلى فيه كورسنس او هيتروجينستي؟ لازم يكون فيه انفلاماتوري او باثولوجيكال انسلت، صح ولا لا؟ عيان عنده كيوت كرونيك بنكرياتيتس، عنده بنكرياتيك انفلتريشنز، هتخلي هيحصل فيه ديستربنس او تشينج في الايكو باترن اوف ذا بنكرياس.
تمام. برايت بنكرياس، هو في حاجه اسمها برايت بنكرياس؟ ده برايت ليفر. البنكرياس من خصائصه ان هو هاز نو كبسول، ملوش كبسول، اورجن ملوش كبسول، عشان كده بيحصل فيه حاجه اسمها فاتي انفلتريشن. تمام، فاتي انفلتريشن، فتلاقي البنكرياس الايكوجينيست بتاعته بتختلف، والايكوجينيست بتختلف باختلاف الايج. لما اجي اتكلم عن الايكو باترن اوف ذا بنكرياس او الايكوجينيستي، هقول العيان ده يانج او ادلت يعني اند ادلت ولا اولد ايج. في اليانج هيبقى هوموجينوس، في ال هيبقى هوموجينوس هايبو ايكويك، في الادلت هيبقى هايبر ايكويك او ايكوجينيك بنكرياس. ليه بقى؟ مع تقدم السن البنكرياس ملوش كبسول، هيحصل فيه فاتي انفلتريشن زي ما بيحصل في الليفر بالظبط، وبنسميها بنكرياتيك لايبوماتوزس. في حاجه اسمها فاتي بنكرياس او بنكرياس، عشان كده برضه ليه مانيفستيشن ممكن عادي يجيبه مثلا بريزستنت بجاستر كبير، عنده مشاكل في السكر، بدا يحصل فيه ميتابوليك ديستربنس، وانا لازم افكر في الحته دي ان العيان عنده بنكرياتيك فاتي بنكرياس او بنكرياتيك انفلتريشن بالكالسيوم. عشان كده في اليانج ايج بلاقيه هايبوكويك، الاقي البنكرياس غامق. ده في اليانج ايج والادلت، اي حد هنا نبص عليه مثلا هنلاقي البنكرياس بتاعه هايبوكويك، الاقيه هايبر ايكويك في الاولد ايج بسبب ايه؟ الفاتي انفلتريشن. يبقى زيه زي مين؟ زي الليفر، فاتي ليفر. والبنكرياس برضه نورمالي ان البنكرياس ايكوجينيك ذان ذا ليفر، يعني هايبر ايكويك ذان، يعني افتح من الليفر. تمام كده؟ البنكرياس نورمالي وبقى هايبر ايكويك ذان ذا ليفر. اوكي؟ يبقى الايكوجينيس بتاعت البنكرياس متفوقه بالسن، في اليانج والادلت تبقى هوموجينس وهايبو ايكويك، في الادلت تبقى هايبر ايكويك. قلنا ليه؟ بسبب الفاتي انفلتريشن اوف ذا بنكرياس، فعشان كده بيتحل. طيب لو اختلفت الايكوجينيس دي، لقيت مثلا واحد عنده اولد ايج والبنكرياس بتاعه فيه حتت او فيه هوموجينس هايبو ايكويك، حته هايبو ايكويك. هايبو ايكويك دي يعني بالنسبه لي حاجات كتيره جدا، ممكن تبقى فوكال ليجن، ممكن تبقى فوكال بنكرياتيتس، فلازم شوت بي كيرفولي ان انا اخدها كويس جدا، يعني ممكن تبقى ليمف نود، ممكن تبقى فوكال بنكرياتيتس، ممكن تبقى حاجه اسمها فوكال ليجن. فعشان كده البنكرياس من الاورجن ان احنا نعمل فيه ايرلي ديتكشن اوف مالجنسي، بيبقى فيري امبورتنت نقدر نمانج العيان قبل ما يكون ايه انتستيشن. وقلنا البرايتنس اوف ذا بنكرياس نتيجه الفاتي انفلتريشن في الاورجن ده. ده بالنسبه للميجرمنت. بعد كده الايكو باترن احنا قلنا مرتبطه بالايج. بعد كده البنكرياتيك دكت عباره عن ستراكشر موجود في الميد بنكرياس في البادي، تمام، وبتيجي اكتر في مين؟ بتيجي على الهيد كده عشان تتحد مع مين؟ مع الكومن بايل دكت، وتفتح في السكند بارت اوف ديودينم عند الامبوله اوف ايه؟ الباتر، صح كده؟ البنكرياتيك دكت بتيجي في داخل البنكرياس جنب البنكرياس، تيجي مع تحت مع مين؟ مع الكوميونت، مع مين؟ مع الكومن بايل دكت، ويفتحوا في السكند بارت اوف ديودينم عند الامبوله اوف الباتر. طبعا دي فيري امبورتنت، البنكرياتيك دكت برضه ليها ميجرمنت بقيسها برضه فروم ذا سي بي دي فروم ذا ايه؟ end to end. بس فكرة انا اجيبها بس الاول، يعني اجيبها دي حاجه كويسه جدا ان انا اجيبها، يا نورمالي اقل من 2 مللي، اقل من يساوي، اقل من او يساوي 2 مللي، صغيره جدا اللي هي البنكرياتيك دكت. عشان لما هي اكتر من كده لا، يبقى انا عندي فيه دايليتد بنكرياتيك دكت، يبقى انا عندي فيه انسلت او فيه اوبستراكت جونس او بنكرياتيتس. دي مهمه جدا، وطبعا دي اهميتها كريتيكال سيجنفيكانس، ان هم في الاي ار سي بي ساعات يحصل فولس باسج يروح داخلين في مين؟ فيها. ما هو ليه دايما بيحصل حوالي اب تو 40 ل 60% ممكن يحصل فيه بنكرياتيتس كومبليكيشن اوف ذا اي ار سي بي بسبب الحته دي. هو بيدخل يحصل كذا مره تلاقي نفسه داخل في مين؟ بنكرياتيك دكت، لان هو طبعا داخل في نفس الواير، وادي عندي السي بي دي والبنكرياتيك دكت، فالواير يروح عامل بدل ما يدخل كده يروح داخل كده. ده حتى دي كمان دي اسهل شويه، انا ماشي اون واي مع الايه؟ مع الواير نفسه، روح داخل البنكرياتيك دكت، داخل مره واثنين وثلاثه، تبص العيانه بعد ما يكون حصل لها بعد الاي ار سي بي جالها بنكرياتيتس بسبب الفولس داش اند بنكرياتيك دكت. تمام؟ طيب البنكرياتيك دكت بتقيسها الموست، بيقيسها في الفينترال بورشن اوف ذا بادي اوف ذا بنكرياس، عشان هنا في الهيد مش عارف نقيسها، بنقيسها اب تو 2 مللي، ولازم افرقها ما يكونش ده فيسل ولا حاجه، البنكرياتيك ارتري مثلا موجود في البتاع او جاست ودينا الارتري، يبقى ده البنكرياتيك دكت 2 مللي. يحصل دايلاتيشن في اي اوبستراكشن، تمام كده؟ اهميتها ان احنا في الاي ار سي بي ممكن يحصل فيه فولس بس فدخل عام في بنكرياتيتس، وبتبقى دايليتد لو يكون فيه اوستراكتيف جوندس او حاجه مثلا كانسر هيد او بنكرياس او حاجه لتوقف عليها او فيها انفلات بروسيس ولا حاجه، فيحصل لها ايه؟ دايليتيشن اوف ذا بنكرياتيك. طيب الفوكال ايجنتس اوف ذا بنكرياس
فوكال بانكرياس يجي فوكال ليجن اي يجي في اي فوكال ليجن يجي في سوليد او سيستيك بنايت او مالجنت تمام. وانا برضه لازم افرق في الالترا ساوند مثلا عندي مثلا عين عنده اكيوت بانكرياتايتس وفي عندي كرونيك بانكرياتايتس. الاكيوت بانكرياتايتس في الايرلي ستيجز ممكن يبقى فيه نوع ابنورماليتي ما اشوفش حاجه في البنكرياس زي اي اورجان. واحد عنده مثلا اكيوت هيباتايتس ما اشوفش فيه حاجه قوي يعني. لكن برضه في الاكيوت بانكرياتايتس ممكن يبقى نورمال نو سيجنيفيكانت تشينجز. ولكن في المور اكيوت او الادفانس شويه الاقي البنكرياس بدا يبقى كورس او هيتروجينس يبقى بالكي بانكرياس هيبقى اسمه انلارج بانكرياس نتيجه في اكيوت انفلاميشن حصل في البنكرياس. في كرونيك بانكرياتايتس طبعا يبقى برضه انلارج بانكرياس هيبقى هو هيتروجينس ايكو باترن ممكن بعد كده يبقى فيه حاجه اسمها كالسيفيكيشنز اوف ذا بانكرياس يحصل له كالسيفيكيشنز. انا كان عندي عيان امبارح فعلا لقيت عنده فيه ستونايه او كالسيفيكيشن حتى انا كتبت كده ستون فيرسس كالسيفيكيشنز وبعت له عمل ام ار سي دي طلعت فيها بانكريك داكت ستون وبعت له يعمل ايه سباي جلاس عشان ده الحاجه الوحيده اللي ممكن تعمل لايسيس او تعمل اكستراكشن للايه في الستونز. يبقى الفوكال ليجن ممكن يبقى عندي سوليد اشهر حته بيجي فيها الهيد اوف بانكرياس سوليد فوكال ليجن او سيستيك فوكال ليجن واشهر سيست اسمها البنكرياتيك ايه؟ سودو سيست ولا سودو بنكرياتيك؟ سودو سيست لا بنكرياتيك سودو سيست يبقى نكتب كده صح؟ يعني نكتبها بنكرياتيك هو مين السودو البنكرياس ولا السيست؟ سودو سيست مش سودو بنكرياتيك سودو بنكرياتيك يبقى سودو عايز على مين البنكرياس ومش سودو اورجن ده اورجن لكن السودو هي السيست الكاذبه يبقى بنكرياتيك صح نبدا بكلمه بنكرياتيك عشان ما حدش يغلط في اي ميتنج في اي حته يقعدوا يقولوا بنكرياتيك سودوس بنكرياتيك سودو بنكرياتيك سيست ما تبداش بسودو ما تبداش بكذب تبدا بمين بالاورجن نفسه بنكرياتيك سودو سيست يبقى سودو سيست سودو دي عايده على مين على السيست اللي هو دي عباره عن سيست ليست حقيقيه عباره عن كوليكشن موجود بري بنكرياتيك كوليكشن نتيجه حصل فيه انفلاماتو بروسيست موستلي اكيوت بنكرياتيتس تمام فبيبقى عباره عن باودنس بتاعتها اللي هو البريتونيال فولدس صح كده؟ سيستم كونكشن موجود جنب البنكرياس في هنا سواء هنا او كده او هنا تمام ببص بالهيستوري بتاع العيان يبقى عنده اكيوت بنكرياتيتس وبدا يتكون عنده سيستم كونكشن فدي بقول بقى عليها بنكرياتيك سودو سيست وطبعا يا اما ناخد لها الترا ساوند جايدد اسبيريشن عشان نتاكد ان دي بناين سيست يا اما نعمل اي او اس جايدد اسبيريشن ونفضيها ودلوقتي بنعمل سيستو جاستروستومي بنفتحها في الاستومك بالاي او اس يعني او لو هي صغيره اقل من 9 سم والعيان نوت سيمبتوماتيك ان انا بفوت فولو اب لو اكتر من كده العيان عنده سيمبتومز عنده مثلا ريزيستنت الجاست كبير او عامل له بريشر سيمبتومز ساعتها ابدا اعمل ايه اعمل لها اسبيريشن افضيها صح كده افضيها يا اما الترا ساوند جايد